السيد عبد الله، ما يجري داخل حزب العدالة والتنمية الآن من تشظي، من عملية تصفية، من عملية انقلابات ناعمة، خروج أحمد داود أوغلو بيتبعه علي باباجان بينبي أن هناك حالة غير مريحة وغير مستقرة داخل بنيان حزب العدالة والتنمية. أين وكيف يرى عبد الله بوزجورد ما يجري في حزب العدالة والتنمية؟ إن الحزب الحاكم لأردوغان حزب العدالة والتنمية قد واجه تحديات كبيرة جدا فيما يخص التمويل والوضع المالي، فبعض قيادات الحزب انشقوا نتيجة لهذه الفرصة السانحة لهم إلى أحزاب أخرى حتى يتنافسوا مع أردوغان في الانتخابات القادمة، وهذا تطور مقلق لأردوغان لأنه يحتاج إلى أكثر من 50% أغلبية حتى يفوز بالانتخابات الرئاسية. لذا أي طرف في الحزب يسحب التأييد من أردوغان يضعه في موقف صعب.